احنا عايزين نقول بقى او نشرح العمليه دي هتتم ازاي، يعني هيدخل ينشئ حساب على صفحه مصلحه الضرائب، وانا عندي الصفحه الرسميه لمصلحه الضرائب بيخش، او الموقع الرسمي، الموقع الرسمي لمصلحه الضرائب بيخش هو مباشره بيطلب تسجيل. مصلحه الضرائب ووزاره الماليه تم التعاقد مع شركه عالميه لتقديم هذه الخدمه، فعلا بدات في تفعيل كافه الاقرارات، نزلت الاقرارات اونلاين. بنبدا ابتداء من الاقرار 102 اللي هو الخاص بالاشخاص الاعتباريه، عندنا حوالي 8 اقرارات من 102 104 106 107 108 109 110 حسب كل نشاط احنا عاملين له اقرار. بيخش يفعل الاول نفسه، بياخد رقم خاص بيه، هو اللي بيفعل نفسه بينشئ حساب، يعني بينشئ حساب بيحط اسمه وبياناته، مجرد ما ينشئ الحساب بياخد رقم سري، بياخد الرقم السري. لابد ان يحتفظ، انا عندي مهمه قوي، لابد ان يحتفظ بالرقم السري ده لمدى اهميته، ما يخطأش فيه. بيعمل هو كمنشأة اعتبارية بيحط الإقرار بتاعه من خلال مكتبه، المحاسب بتاعه بيفعل نفسه أيضا من خلال موقع مصلحة الضرائب، بيخش يصدق على الإقرار، وبالتالي يبقى الإقرار بتقبله مصلحة الضرائب. أنا بساعده كمان أن يعمل الدفع إلكترونيا، ما يحصل ما يروحش للمأمورية ويدفع فلوس وتبقى فيه هنا مخاطرة أو خطورة في انتقال المال، أو أن يروح البنك يسدد في البنك، لكن أو في إتاحة أن هو يروح البنك، ده في إتاحة أن يروح البنك في الفترة الحالية. إلا أن إحنا عندنا قرار معالي الوزير برضو أن إحنا بنقول عدم التعامل بشيكات اعتبارا من 1/1/2019. هناك محاولة ان احنا نمد الفترة دي تسهيلا على الممولين لـ1/5 عشان نمهد للناس اللي ما عندهاش خبرة او معلومة عن الدفع الالكتروني، لكن بنقول ان في الوقت الحالي انا بحاول اشجع كل الناس ان يبقى في عندي دفع الكتروني. هو اسهل بالتاكيد بكتير، هسهل المهمة قوي، هيشتغل وهو قاعد في مكتبه، مش هيضطر انه ينقل مال او ينقل شيكات او يعرض للضياع او للسرقة. طيب، لكن اعتقد لن يقبل الاقرار الضريبي الا بعد سداد قيمة طبعا المبلغ المطلوب. طبقا لنص القانون 91 لسنة 2005 لن يقبل الاقرار الا بعد سداد الضريبة المستحقة من وقع الاقرار. طب هو يعرفها منين؟ هو اللي بيعملها دي، الممول نفسه هو اللي بيعمل الإقرار وهو اللي بيحدد صافي الربح، وبالتالي بيحسب الضريبة 22.5% على صافي الربح. يبقى هو اللي حدد الضريبة، بقول له الضريبة المستحقة عليك اللي انت قلتها دي ادفعها لي دفع إلكتروني. مجرد ما بيدفعها تم قبول الإقرار وهو قاعد في مكانه.